بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناتكم قناة أشرف القاضي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن شاشة من أقوى شاشات توشيبا ومن أفضل شاشات توشيبا، وشاشة تعتبر هي يعني باكورة الإنتاج دايما. الشاشة دي إنتاج 22 مش 23، إنتاج سنة 22، لكن الإنتاج يعني هو الموديل خرج للسوق في سنة 2022، لكن الانتاج مستمر حتى هذا اليوم. الموديل ده يا جماعة هو موديل ال 5965 EA. موديل ال 5965 في منه اتنين، في منه موديلين، في موديل منه سمارت وفي منه موديل اندرويد. ودايما عشان تفرق بين الموديل السمارت والموديل الاندرويد بيبقى في حاجة بسيطة قوي. موديل دايما السمارت بيبقى فريمليس بدون فريم، موديل السمارت بدون فريم، والموديل الاندرويد بيبقى بفريم رفيع جدا، فهو ده الفرق الوحيد. لكن دايما وانت بتشتريها اتاكد من البايع الشاشه دي اندرويد ولا سمارت، لان 5965 يو اي في منها الموديلين. طيب لو اتكلمنا عن الشاشه النهارده هنتكلم عن الشاشه ال 50 بوصه، لان الطلب عليها كتير قوي اليومين دول، وفي ناس كتير بيسالوا عن افضل شاشات ال 50 بوصه وبيفضلوا ما بين ال جي والسامسونج والتوشيبا والشارب. الشاشه اللي هنتكلم عنها النهارده هي شاشه السمارت مش الاندرويد. بعض الناس بيحب السمارت على اساس انه كل اللي بيحتاجه من الشاشه هو اليوتيوب فقط، ما بيحتاجش ينزل تطبيقات كتير، ما بيحتاجش ان هو يحدث برامج، لا هو كل اللي بيحتاجه على الشاشه انا عايز بس عليها يوتيوب وبس، حتى التصفح مش بيتصفح عليها. فالشاشه دي بشوفها مناسبه جدا. اولا الصوره بتاعتها تحفه، الصوره بتاعتها ممتازه جدا، طبعا هي شاشه بدقه 4K. الموديل الثاني هنقول عليه هو ال 50 بوصه 5965 EA من العربي جروب. لو اتكلمنا عن الشاشه بتاعتنا دي النهارده بالنسبه للامكانيات، اولا الموديل يعتبر موديل مستمر انتاجه، متوفر بصوره كبيره في جميع معارض مصر. تمام، هنتكلم على الشاشه. اولا الشاشه عندنا مزوده بريسيفر داخلي، وطبعا بنصح دايما ما تشتغلش على الريسيفر الداخلي لاي شاشه لسبب عيوب كتير احنا اتكلمنا عنها قبل كده. الشاشه بتاعتنا درجه الوضوح فيها او ريزوليشن الشاشه هو 3840 بكسل في 2160 بكسل بدقه الالترا اتش دي 4K، مع زاويه رؤيه منفرجة او زاوية مفتوحة للرؤية اللي هي زاوية 178 درجة الوايد انجل، اللي بتقدر عن طريقة انك تشوف الشاشة من اي اتجاه، يمين شمال فوق تحت، بتشوفها كأنك في الامام او في قدام الشاشة. من اليمين هتشوفها بصورة ممتازة جدا، من الشمال هتشوفها بصورة ممتازة جدا، من اي اتجاه هتشوف الصورة مفيهاش اي ضبابية ولا اي مشكلة او شوشرة في الصورة. الشاشه دي بتحتوي على بث ارضي رقمي الدي في بي تي 2، وفي نفس الوقت الاس 2 كمان اللي هو البث الفضائي لان فيها ريسيفر داخلي. نوع الفلتر المستخدم فيها او نوع البانل بتاع الشاشه هو الفلتر كومبو او الكومبو فلتر الخاص بشاشات العربي كلها. 90% من شاشات العربي جروب تعتمد على البانل ده، والبانل ده اثبت كفاءه لان العربي جروب يعتبر هو محتكر النوع الفلتر ده او نوع البانل الخاص بالكومبو فلتر الخاص بالشاشه. الشاشه يا جماعه فيها صوت محيطي مميز جدا، صوتها محيطي ثلاثي الابعاد مع تكنولوجيا الصوت الدولبي ديجيتال بلس، مع الايكولايزر كمان موجود في الشاشه اللي بيدينا 6 اوضاع للصوت، بيدينا 6 اوضاع: قياسي، موسيقي، سبيتش، والليلي، ومسرحي، ورياضي. وقدره خارج الصوت بالنسبه للشاشه دي 20 واط، زيها زي شاشات السامسونج والال جي. طيب لو اتكلمنا على نظام التشغيل الذكي بتاع الشاشه، هو نظام سمارت توشيبا بورتال، وده خاص بشركه توشيبا، عباره عن متجر خاص بشركه توشيبا للي عاوز ينزل اي تطبيق زي التطبيقات تشغيل المنصات الاي بي تي في على الشاشه او تحديثات اليوتيوب. الشاشه مزوده زي ما قلنا برسيفر داخلي وبث ارضي رقمي. الشاشه بتديك امكانيه تصفح على الانترنت مع امكانيه الدخول على اليوتيوب وامكانيه الدخول على تطبيق نتفليكس وكل منصات المشاهده على مستوى العالم، بتلاقيها موجوده مع منصه شاهد، موجوده على الجهاز واتش ات كمان، كل ده موجود في اللانشر الخاص بواجهه الشاشه. الشاشه بتدينا امكانيه مشاركه الصور والفيديوهات من اللابتوب او من الموبايل على الشاشه عن طريق خاصيه السكرين مورورنج، وفي نفس الوقت خاصيه التحكم الزمني اللي بتديك امكانيه ايقاف بث الجهاز مؤقت واعاده بث الجزء المسجل زي نظام التايم شيفت كده، ده موجود في الشاشه بتاعتنا.
كمان الشاشه بتديك امكانيه الدخول على تطبيق الدليميشن لمشاهده احدث الاخبار، وتطبيق بليكس مع امكانيه التحكم بالشاشه عن طريق الهاتف زي ما قلنا. وعندنا كمان تطبيق مميز جدا على الشاشه هو ال واي يو بي بي تي في لتشغيل افلام ومسلسلات، وموجود فري على الشاشه خصوصا المحتوى الهندي، بتلاقي على محتوى على التطبيق ده الواي يو بي بي تي في، ده خاص محتوى هندي مدبلج ومترجم موجود فري على الجهاز. الشاشه بتدينا دعم لصيغ الفيديو بمختلف خصائصها، مع امكانيه توصيل هارد ديسك خارجي كمان للشاشه، تقدر تشغله بصوره ممتازه جدا لو عندك هارد عليه اي محتوى، تقدر توصله على الشاشه وتظهره على الشاشه بصوره سلسه جدا. كمان تقدر تسجل المحتوى الخاص بالشاشه من الريسيفر الداخلي، بتسجله على اي هارد خارجي او فلاشه خارجيه بصوره سلسه جدا. الشاشة قدرة استهلاك الطاقة بتاعتها 150 واط، ووضع الاستهلاك بتاعها وضع 0.5 واط، يعني وضع استعداد ضعيف جدا وضع الساوند باي بتاع الشاشة، مع منظم الجهد التلقائي الموجود في الشاشة. والشاشة ديت الفولتية بتاعتها من 50 ل 60 هرتز. الشاشة فيها مداخل كتير قوي، فيها واحد مدخل اريال جاك الار اف، مع مدخل طبعا ديجيتال، مع مدخل ال ام بي بتاع الريسيفر الداخلي للشاشة، مع مدخل اوديو فيديو، مع 3 مدخل اتش دي ام اي، مع 2 مدخل فلاشه يو اس بي، مع 1 كيبل مدخل كيبل انترنت لو عايز تشغل الانترنت على الشاشه عن طريق الواي فاي موجود، عن طريق كابل الانترنت موجود. احنا بنشوفها من الشاشات المميزه جدا في العربي جروب، ودايما الشاشه ديت هي تعتبر رقم واحد في المبيعات. الشاشه دي عليها ضمان مجاني شامل لمدة سنتين من العربي جروب، وكلنا عارفين صيانة وضمان العربي جروب يعتبر من افضل الشركات الموجودة حاليا في السوق بالنسبة للضمان والصيانة. بالنسبة لسعر الشاشة دي يا جماعة، الشاشة دي 50 بوصة الترا اتش دي 4K حاليا سعرها 13000 جنيه في اغلب المعارض الموجودة حاليا. الشاشة دي موديل 50 بوصة يو 59 65 او الموديل المعروف بيها اللي هي الشاشه السمارت 59 65 EA، من افضل الشاشات الموجوده حاليا من انتاج العربي جروب. شاشه مميزه جدا يا جماعه في الامكانيات، وفي نفس الوقت في سرعه الاداء وفي جوده الصوره. يعني الشاشه انا بشوفها صورتها تشبع عالي جدا للالوان، درجات لونيه عاليه الاداء قوي، مع صوت محيطي مجسم، مع امكانيات مميزه جدا بالنسبه لشاشه واعده اسمها ال 59 65 EA من توشيبا العربي. شكرا جزيلا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.